من الأخطاء فيما يتعلق بالمسح على الخفين أن كثيرا من عوام الناس يظن أن المسح على الخفين لا يكون إلا في 5 فروض، وهذا لا يصح وليس بصحيح، وذلك لأن المسح على الخفين يبتدئ من المسح بعد الحدث. ولذا لو توضأت مثلا الفجر ثم لبست الشراب ثم ظللت على وضوء الظهر والعصر والمغرب وأنت على وضوء الفجر ثم لما جاء العشاء مسحت بعد وجود الحدث، فإن مدتك من وقت العشاء إلى العشاء في اليوم الآخر